مساء الخير عليكم حبايبي. طبعا أنا سعيد بأنه في اس اند اس راح تتواجد ويانا نيفين. مرحبا نيفين. اهلا وسهلا بك احمد. نيفين طبعا ما صارت فرصة أن اعزيك سابقا الا من خلال التلفون، اليوم التقينا اعزيك اكيد بوفاة الدكتور رفيف الياسري. نيفين هي اخت شقيقة الدكتورة رفيف الله يرحمها، عزيز وعزيز اعز العائلة الكريمة ايضا. ونيفين هاي الفترة غايبة عن الشغل، العالم كله قاعد تنتظر يا نيفين حتى ترجعين الى رزقك وعملك، الناس تعودوا عليك مو صحيح؟ نيفين شنو حابة تقولين للعالم اللي كلهم قاعد يسألون عن عائلة الدكتورة وحابين يطمنون؟ اكيد طبعا هو هذا اول ظهور لي على الاعلام، لان انا صار فتره انه مجرد بس انزل شغل او اي شيء. نعم. طبعا شكرا لكل تعازيهم وكل الناس اللي وقفت بجانبنا والناس غيرهم، هي الله يسامح الكل. اكيد زين، احنا هسه نبلش بدايه جديده على مود انه الشغل ونكمل انه نقدر عليه. اهل الدكتور ما مصرحين باي شيء نهائيا مو صحيح نيفين؟ انتم ما عندكم اي تصريح صراحه؟ ما اعلنت هذا اول ظهور اصلا لها نيفين، اي اسنابي او الانستا مالتي دا يصير فقط للشغل فقط للحجوزات. لان انا حاجه هوايه عالم وتعرف الجلسات تكملها، فاخلص بس اللي برقبتي من الجلسات وهذا شغلي بس. صحيح. ما لانه عاملين على شيء او منطين شيء كل اشاعات واكو بعض الصفحات بالفيسبوك مزيفه سلعه انه يتداولون بالضبط على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه امور شخصيه وعائليه، احنا ما يجوز انه احنا نتدخل بها. فاذا هذه كلمه من اخت الدكتور رفيف انه اي شيء نازل هم مو مسؤولين عنه ولا مصرحين به. طبعا الكثير خلال الفتره السابقه اتطرقوا على انه اهل الدكتور الله يرحمهم مصرحين سبب الوفاه او مصرحين تفاصيل، علما انه اهل الدكتور ما مصرحين باي شيء نهائيا مو صحيح نيفين؟ انتم ما عندكم اي تصريح صراحه؟ ما اعلنت هذا اول ظهور اصلا لها نيفين، اي اسنابي او الانستا مالتي دا يصير فقط للشغل فقط للحجوزات. لان انا حاجه هوايه عالم وتعرف الجلسات تكملها، فاخلص بس اللي برقبتي من الجلسات وهذا شغلي بس. صحيح. ما لانه عاملين على شيء او منطين شيء كل اشاعات واكو بعض الصفحات بالفيسبوك مزيفه سلعه انه يتداولون بالضبط على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه امور شخصيه وعائليه، احنا ما يجوز انه احنا نتدخل بها. فاذا هذه كلمه من اخت الدكتور رفيف انه اي شيء نازل هم مو مسؤولين عنه ولا مصرحين به. باكر راح تشوفوني وين نيفين؟ باكر اكو حق نيفين ان شاء الله. جلسه بي ار بي اللي هي في اي بي متعود عليها اني دائما وياك وتعرفين. المره الجديده راح تكون بهالمركز. نيفين هذا مال في اي بي انت ما قالت لي عليه سابقا. طبعا في ار بي هو حق للشعر اللي عنده تساقط. طبعا هو البي ار بي يكون للوجه وللشعر. نعم. بس الفي اي بي اللي هو يكون ماكس بخلايا جذعيه. نعم. بميزوثيرابي. نعم. بالتقنيات الاخرى من الفيتامينات وغيرها راح تكون ويا البلازما اللي هي سحب دم ونفصله وكذا. باكر راح اشرح عليها بالتفصيل على ود من نشتغلهم اراويهم الكت الاصلي شلون يستخدموه شنو النتائج اللي تصير اذا استخدمنا الشيء الصحيح ان شاء الله. اذا باكر تنتظرونا ويحق لنا البي ار بي مع نيفين، وباكر راح ننزل لكم سنابها اللي عنده اي استفسار يخص الاختصاص اللي خاص بنيفين سالوها. بنفس الوقت ننزل الحجوزات يمها شو تقدرون تجون ايضا تحقنون. تحياتي لكم من اس اند اس، باي باي. حبايبي ما اعرف ليش الفيديو وين نيفين بشويه مو واضح، لكن اهم شيء الصوت هو واضح وسمعتوه. تحياتي وان شاء الله باكر نصور لكم بعد.